بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير رسول الله. النهاردة هنتكلم عن أول تعبير ناس كتير بتستخدمه وهو مخالف للإسلام، وهو أنا عملت اللي عليا والباقي على ربنا. دي كلمة خطأ، وخطأ كبير جدا. ليه؟ لأن أنت لما تقول أنا عملت اللي عليا والباقي على ربنا، كأن أنت يعني بتقول والعياذ بالله إن أنت وربنا سبحانه وتعالى بتشتغلوا مع بعض، فأنت عملت الجزء المطلوب منك وبتقول ربنا سبحانه وتعالى بقى هيعمل الجزء اللي مطلوب منه، فكأن أنت وربنا سبحانه وتعالى أصبحتوا شركاء. إنما لا، ربنا سبحانه وتعالى قدرته أعظم من قدرتك ألف مرة، بل مش ألف مرة، بعدد لا نهائي، فما تقارنش بيها. فمعنى أصلا أنت مجهودك ما يقارنش، أو فعلك ما يقارنش فعل الله عز وجل. فينفعش تقول أنا عملت جزء وربنا هيعمل الجزء التاني، لا، أنت عملتش حاجة أصلا. أنت فعلك مقارنة بفعل الله عز وجل، بقدرة الله عز وجل وقوته وحكمته، لا يسوي شيء. إنما أقول إيه؟ أنا عملت اللي عليا والأمر كله لله، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدبر الأمر كله من أول لآخر. انما مش انا عملت اللي عليا والباقي على ربنا، لا، انما انا عملت اللي عليا والامر كله لله. شاركنا الاجر بالنشر والتوعيه بين اصدقائك واحبابك، ولو عندك جمله محتار هي صح ولا غلط ابعت لنا برضه ان شاء الله عز وجل ونجاوبك عليها. السلام عليكم.